بالفعل بدأت الجلسة الأولى لهذا الحوار المباشر الذي تيسره الآلية الثلاثية التي تضم اليونت أمس الاتحاد الأفريقي والإيجاد بحضور اللجنة العسكرية الثلاثية برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة رئيس اللجنة الثلاثية محمد حمدان دقلو، وأيضا قوى الحرية والتغيير الميثاق الوطني والتي تتشكل من عدد من القوى والأحزاب السياسية، إضافة إلى حركات الكفاح المسلحة التي وقعت على اتفاق سلام السودان بحاضرة دولة جنوب السودان جوبا. هذا الحوار وبحسب مراقبين أنه وبغياب الفاعلين فيه، وعني هنا قوى الثورة وأيضا التي يمثلها قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي الذي رفض الدخول في حوار وقدم اعتذاره للآلية الثلاثية، وأيضا معددا الأسباب بأن كل مهيئات الحوار لم تتحقق بعد، إذ إن رفع حالة الطوارئ التي أعلنها رئيس مجلس السيادة من خلال المرسوم الذي أعلنه قبل أيام أنه ما زالت هنالك يعني عمليات العنف التي تجابه بها المظاهرات، وأيضا إطلاق سراح المعتقلين. تقول قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي أنه ما يزال هنالك من هم في الحبس، ويقولون أيضا بأن يعني إجراءات 25 من شهر أكتوبر وما ترتبت عليها هي أيضا تقف حجر عثرة في عملية الدخول في هذا الحوار.